السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في شوت. قبل أن يقفل سوق الانتقالات السعودي بساعات، ما انتظر النصر جملة الانتقال الشهيرة عالميا التيك تاك، بل حسم صفقة أنسيلمو بعد سلسلة من المفاوضات شاركت فيها 4 أندية سعودية. هوية الفرق الآن واضحة وجدول المسابقات أيضا واضح. من الفريق اللي لن يقهر في دورينا وسيلتهم كذلك كل البطولات؟ سوق الانتقالات قبل إقفاله بساعة من الآن موضوعنا الأبرز هذا المساء. حياكم الله في شوت.